محامي وكنسوي حارب الاحتلال وكمو ماضي الدين ناضل على الاستقلال بنى النادي الاهلي كان حلم عمره يكون اول نادي وطني واختار التتش في 43 حارب الملك صفرنا لفلسطين والستة صفر دي شرف ليوم الدين موقف مختار وحيد ارتج على راس الاهلاوي صالح سليم الطال الخير الرجال الاب الروحي يا مضحى للكيان وفي حب النادي الاهلي كان بيعلم اجيال في الجنه يا قدوتنا في عيش الكيان مستني من جمهور روح وفداء غير انه يقاتل ويموت على الحريه ولسانك فح والدار ضحينا للثوره 74 شهيد في الجنه عبد الله